حقق منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة شباب إنجازا تاريخيا بتتويجه بذهبية كأس العالم المقام بإيطاليا، ذلك بعد الفوز على منتخب المجر في النهائي بنتيجة 45-44. تأهلت مصر للنهائي بعد الفوز على إيطاليا صاحبة الأرض في نصف النهائي بنتيجة 38-35 بعد مباراة قوية حسمت في الثانية الأخيرة. كان المنتخب الوطني قد فاز على المنتخب الألماني في دورة 16 بنتيجة 45-26 قبل أن يواصل الفراعنة الصغار تألقهم والفوز على بولندا بنتيجة 45-32 وتأهل لنصف النهائي. وإلى كرة اليد، حيث خسر منتخب مصر في الثواني الأخيرة أمام ديوك الفرنسية بنتيجة 33-32 لحل في المركز الثاني بالدورة الدولية الودية التي أقامها الاتحاد الفرنسي لكرة اليد استعدادا لكأس العالم والمقرر إقامتها في يناير الجاري ببولندا والسويد 2023. تعد هذه المباراة هي المباراة الختامية لمنتخب مصر قبل خوض منافسات المونديال. سوف يعسكر الفراعنة في العاصمة الفرنسية باريس، ثم يتجه بعد ذلك إلى السويد لخوض منافسات بطولة العالم لكرة اليد. وضمن الجولة ذاتها حقق المصري البورسعيدي فوزا صعبا على اتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة جمعت ما بين الفريقين على استاد برج العرب. بهذا رفع المصري رصيده من النقاط إلى 17 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 18 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري. في مباراة أخرى حقق فريق فيوتشر فوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-2، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 26 نقطة بالمركز الثاني، وذلك على حساب نادي الزمالك الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الثامن. وإلى بطولة كأس الخليج العربي 25 لكرة القدم والمقام بالعراق، حيث فاز المنتخب القطري على نظيره الكويتي بنتيجة هدفين نظيفين ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة. بتلك النتيجة رفعت قطر رصيدها إلى 3 نقاط في الصدارة، بينما احتلت الكويت المركز الأخير بلا رصيد من النقاط. في مباراة أخرى فازت البحرين على الإمارات بنتيجة هدفين لهدف على أستاد الميناء الدولي بمدينة البصرة، ليحتل المنتخب البحريني المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث وبفارق الأهداف عن الكويت. وإلى الليغا الإسبانية، حيث خسر ريال مدريد أمام نظيره فياريال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت ما بين الفريقين ضمن الجولة 16 من عمر الدوري. ورفع فياريال رصيده إلى 27 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس، فيما توقف رصيد ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب الدولي عند 38 نقطة وبفارق الأهداف عن برشلونة الذي بات لديه فرصة للتصدر منفردة، عندما يلتقي بأتلتيكو مدريد في 10 من مساء الغد. نهاية جولتنا في الملاعب مشاهدينا، عودة مرة أخرى إلى الزملاء إليكم. شكرا لك.